أسئلة الشاشة؟ يلا يلا بينا، يلا بينا نشوف أسئلة الشاشة. السؤال الأول، هذا سبب اعتزالي المبكر. عشان حط السؤال. مين حط؟ فريق الإعداد. الكرة؟ فريق الإعداد. اعتزال الكرة ولا اعتزال التدريب؟ الكرة. أصل جيت في فترة عليا معينة كده كنت اعتزلت التدريب خالص، كان حصل موقف ده ما مش عايز أتكلم فيه تاني يعني. يمكن الكرة الإصابة، كان لي إصابة رخمة شوية. ما جاليش رباط صليبي خالص يمين ولا جاي حاجة. أنا بـ 2009 حسيت ركبتي حاجة اسمها قرحة. أخدت مني وقت كتير جدا، حسيت إن أنا هأذي حاجة مكان حاجة تانية. قمت رايح نادي وخدت منه فلوس ورجعت فلوس تاني عشان قلت لا حرام مش هقدر أشتغل تاني. عشان كده خدت القرار إن أنا أعتزل، واعتزلت في 2009. اشتغلت على طول بعدها بثلاث شهور في نادي الزمالك، وده اللي فرق معايا الحمد لله. الحمد لله. اللي بعده. محمود سعد صاحب فضل عليا في مسيرتي التدريبية. دايما دايما بتكلم على الراجل ده كويس جدا. كابتن محمود سعد من المدربين او الدكاتره اللي دايما اثروا فيا كتدريبيا شويه. احنا لما بتطلع من الـ من 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 من, من الكوره بتبقى لعيب كوره وبتشتغل مدرب، بتبقى شويه واخدك موضوع ان انا لعيب وكنت بلعب منتخب مصر ونادي الزمالك ومش عارف كده. هو خدني عارف انت تفوق، قال لك تعالى تدريب مختلف خالص. انسى بقى، انسى انسى. نزلني في الشمس، قعدني من الساعه كذا للساعه كذا، يجيبني من الساعه 9 محاضرات معاه ساعتين ثلاثة. يعني ايه احمال؟ يعني ايه كذا؟ يعني ايه يعني ايه تدريب؟ يعني ايه مش حياة مختلفة خالص. يعني ايه شخصيتك مع اللعيبة؟ يعني ايه اختياراتك؟ يعني ايه تمرين تحطه؟ مش اي تمرين بيتحط، مش اي احمال بيتحط. مجموعة اللعيبة اللي موجودين معاك، هو اللي علمني على فكرة كابتن محمود كل ده. يعني ايه مجموعة اللعيبة اللي موجودة معاك تحط لهم تمرين عامل ازاي؟ يعني ايه متوسط؟ ويعني ايه عالي؟ ويعني ايه اطرح واقسم وبتاع؟ وعلمني يعني ايه تدريب. خدني السنتين ثلاثة بتوع الناشئين بصراحة يمكن اللي فرق معايا جدا الحمد لله يعني. اللي بعده. نادم على تلك التجربة، لو عاد بي الزمن ما وافقت على خوضها. أنا ما ندمتش على حاجة خالص، الحمد لله قبل ما أعمل أي حاجة يا مينا. أنا يعني في تجربة ممكن تكون خضتها وقلت لا لو رجع بيا الزمن مش هعمل كده. خالص خالص بالعكس، أنا الحمد لله بفضل يمكن بمشي مع ربنا في كل حاجة يعني. قبل ما أخد حاجة بدرسها الحمد لله بفضل الله، وبعد بعتمد على توفيق ربنا في كل حاجة تبقى موجودة يعني، سواء بالسلب أو بالإيجاب. ربنا جابها وحش على فكرة خير جدا جدا. الحمد لله الحمد لله. يمكن مسيرتي كلها لما اشتغلت في المقاولين والزمالك هم دول اكتر اثنين. قبل كده كنت في شربين، اشتغلت مدرب ربنا كرمنا الحمد لله في كل الانديه اللي مسكت بيها الحمد لله بفضل الله. كل نادي كنت بشتغل فيه باثر فيه، يمكن الفترات الاخيره بس شويه اللي اتاثرنا شويه انا والكابتن عماد بالاتحاد بالجيش. انما قبل كده في الزمالك عملنا موسم كويسه، في سموحه كنت كويس جدا، في الجيش قبل كده مع الكابتن طارق يحيى كنت كويس جدا، وانا لعيب الحمد لله في المقاولين الحمد لله خدت بطولات. في الزمالك نفسه احنا خدنا بطولات واحنا فنانين، احنا في درجه ثانيه. في الزمالك لما اشتغلت يمكن البطوله الوحيده لما لعبت كوره كانت 2008، هي السند اللي كانت موجوده يعني. مدرب الحمد لله خدت اربع بطولات، ودي فرق الحمد لله. كنت برجع اخد بطوله، امشي وارجع اخد بطوله. انا كنت عامل زي المدرب اللي موجود بيبقى يحبني جدا. وشك حلو. وحبني جدا واشتغل معاه كويس، باخد بطوله يمشي المدرب، تغييرات بقى مجلس اداره. تمشي معاه. لا بالسلامه لازم يمشي. طب وانا طب اعمل ايه؟ مالي انا ما عملتش حاجه. لا امشي معايا وارجع تاني. فبقيت عامل كده ارجع تاني الحمد لله اخد بطوله. فالحمد لله طبعا ما فيش تجارب انا ندمان عليها الحمد لله. الحمد لله. اللي بعده. هذا افضل مدرب اجنبي عملت مساعدا معاه. هو ده السؤال دايما اللي بتسال فيه. فريرا. يعني فريرا من المدربين اللي اثروا فيا في التدريب عموما، وفي اشكال التدريب وفي الكلام بتاعه وفي المصداقيه بتاعته معايا ومع الناس كلها اللي موجوده. وعلى فكره لسه بكلمنا لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي على فكره من اسبوع كده كنا بنتكلم مع بعض، هو خلاص قعد. قاعد بطل تدريب يعني؟ قاعد خلاص قاعد في البرتغال خلاص يعني. بتكلم على راجل كويس جدا جدا يعني، سالته حتى تحديدا على الراجل، قال مدرب شاطر ومدرب كويس ولازم الناس تقف وراه وتقف في ظهره. وبيسالني حتى انت فين دلوقتي؟ قلت له لسه في الشغل وبتاع. من المدربين اللي اثروا فيا دايما باخد كل حاجه كانت كويسه فيه. هو كان فيه حاجات كتير جدا كويسه جدا جدا، منها شخصيته ومنها اسلوبه في التدريب، منها كلامه مع اللعيبه، كلامه مع الناس بره، كلامه مع الصحافه. كنت دايما انا ابقى صاحبه قاعد معاه بسمع منه. قال لي مره كلمه، قال لي عايز تبقى مدرب شاطر اسمع، ما تتكلمش كتير، اسمع بس، اسمع من حد انت تصدقه وتحبه. وانا كنت بقى بسمعه جدا يعني. هو بطل خلاص اعتزل. خلاص خلاص قرر. خلاص وقعد اتكلم النهارده دخل حاجه 80 سنه ربنا يديه الصحه. خلاص يعني كفايه لعيب بيبصبصه غلط ينرفزه. اللي بعده. مرحله الرجل الثاني انتهت في مسيرتي التدريبيه الا مع هذا المدرب. طبيعي اي حد في الدنيا بيشتغل منتخب مصر طبعا، لو راجل تاني اشتغل راجل تاني. انما دلوقتي في الدوري المصري تحديدا لا، رجل اول خلاص. انا داخل الحمد لله انا 45 سنه دلوقتي، ففي 45 سنه دلوقتي مدربين فين كبار يعني. فيمكن اللي اخرني شويه الفترات الاخيره يا مينا
ان انا قعدت مع الكابتن عماد، انا كنت بحبه جدا، كابتن عماد من المدربين الشطار اللي بحبهم حتى لغايه دلوقتي يعني. قعدت 5 6 سنين معاه. الفترات الاخيره دي هو حسسني ان انا مدير فني. عارف يعني محسسك انت مدير فني، مديك صلاحيات ومديك، كان بيجي لي انديه وبتاع، بس هو مديك صلاحيات، انت مدير فني اللي موجود، تحط التمرين بتشتغل بيسالك بيعمل، فمديني بوزيشن محسسني ان انا مدير فني، ما كنتش قادر اخد الخطوه دي لغايه ما قعدنا مع بعض واتفقنا خلاص بقى انا كبرت وهو خلاص بقى لازم كذا. واحنا الفترات الاخيره شويه كان في مش شد بينا وبين بعض، بالعكس التوفيق بينا في الماتش في الانديه اللي احنا بنمسكها ما كانتش ماشيه، فحب يغير شويه. فانا ان شاء الله بدور على حاجه كويسه جدا يعني، ان شاء الله تفرق معايا يعني. ان شاء الله اللي بعد. هذا سبب عدم تواجدي في الاجهزه الفنيه للمنتخبات. عشان ما بكلمش حد. عشان ما بكلمش حد. مين واحد قال لي من اسبوع كده او ناس كتير بتتكلم معايا يعني، كلم مش عارف مين وكلم مين وكلم مين عشان تروح المنتخب وعشان مش عارف كذا. وانا اكلم ليه؟ انا الحمد لله شغال كويس، الناس عارفه ان انا شغال كويس. طبيعي طبيعي تابعي في الدنيا في حاجه اسمها دورات تدريبيه وفي شغل وفي سيفيهات ناس موجوده ومش عارف كذا. فانا بدور على الكفاءات يعني، لازم ادور على حد بيشتغل، حد كويس. ما ادورش على واحد من الاهلي، انا اسف، واحد من الزمالك، واحد من الاسماعيلي، واحد مش عارف، لا عمرك ما تعمل منتخب كويس. دور على الكفاءه، انا مش بقولش ان انا كفء، انا ما بقولش كده خالص. بس دور على حد كويس، انا عمري ما هكلم حد اقول له عايز اشتغل. عمري ما هعمل كده. ناس كتير جدا يقول لك اطلع في الاعلام يا مينا، واتكلم كل يوم عشان الناس تشوفك وعشان الناس تعمل. خالص. ما هو مش كده، مش بالكلام. هو الموضوع مش كده اصلا. الموضوع الحمد لله انا درست، خدت الدورات كلها اللي موجوده، اشتغلت مع ناس كتير جدا، الحمد لله مسيرة التدريبية انا مبسوط بيها جدا جدا. اتمنى ان شاء الله ان ربنا، خلي بالك احنا بنتكلم في توفيق، ان حد يؤمن بقدراتك شويه وتشتغل، وانا الحمد لله بفضل الله عارف ان انا هشتغل كويس. بدليل الحمد لله كل اللي اشتغلته مع الانديه كنت كويس جدا. اخيرا رسالتك لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك بحييه جدا 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 على حتى المباراه الاخيره، شفت الجمهور كان عامل ازاي. من الحاجه الكويسه والحاجه البارقه شويه في نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك طبعا عايز احييه بشكل كبير جدا على اللي عمله في الفترات الاخيره، وان قدر بشكل كبير جدا يرجع الثقه تاني بين اللعيبه وبين الناس للجمهور. والجمهور دايما مش هيفقد الثقه، لانه دايما متشوق لبطوله ياخدها نادي الزمالك يعني. اتمنى من لعيبه نادي الزمالك يقعوا ده تماما، وندور على بطوله تقدر تسعد الناس الفتره اللي جايه، واقرب بطوله بطوله افريقيا اللي موجوده. انا شايف انها مش صعبه قوي، انت البطل وانت اللي كويس، معاك لعيبه كويسه، معاك مدرب كويس، مجلس اداره كويس، اعلام كله زملكاوي مساندك بشكل كبير جدا، احنا كلاعيبه سابقين بنساند الناس اللي موجوده، عارفين بقدراتهم الموجوده. اتمنى ان شاء الله يعملوا حاجه ودايما وراهم. احنا بنتكلم في 3 4 مباريات، تطلع اول مجموعه، مباراتين، تلاقي نفسك في النهائي، تاخد بطوله، هتفرق معاك جدا جدا ان شاء الله في الفترات اللي جايه ان شاء الله.